زخم الحبيب والهوى خلوا الحكاية خال، والعاشق اللي انكوى شهرين لا نام ولا كال. روح يا نسيم الصباح في تاكسي على حسابي، وقول لهم يرحمهم عزيز قوم زال. عين الحسود فيها عدو بهججة. دول بنات هم واصحابهم اللي هناك قالوا احنا عايزين نغني اغاني كلها فرفشه وبهجه. والحقيقه مين اللي عمل يعني فتح المسابقه او فتح الباب وقال يا جماعه اللي بيحب يفرفش؟ ايمن. ايمن 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 حلمي. ايمن اللي قاعد على العود ده، ايمن حلمي قال يا جماعه انا بحب الغنى الفرفشه واللطافه. اي حد بيحب يالف يغني يلحن فرفشه بهججه ينضم للفرقه. انتوا ما كنتوش تعرفوا بعض قبل ال؟ انا وام كنا يعني لا يعني يعني كل واحد فيكم انتوا بتحبوا الغنى اللي هو ايه رايحين يعني لقينا الباب فدخلنا. طيب انت اسمك ايه؟ رغده جلال. رغده. نهال كمال. نهال. اسماء ابو اليزيد. اسماء. وام عصام. انتوا بتغنوا اغاني يعني فيها بؤس وحزن، بس انتوا بتتريقوا على نفسكم زي بالظبط كده. وانا في طريقي للسعاده شبشبه قطعه، دي اغنيه قويه من اغانيكم. جدا. دي بتعبر عن ايه؟ سؤال جميل.
ده سؤال بتعبر عن ان مفيش امل بس في امل لان كملت طريقي عادي فجاه النور قطع هي دي الحياه بس يعني في امل همشي برضو اكمل طريقي عادي جدا. هي اغنيه عميقه المغزى جدا بتغنوا اغاني قديمه لشكوك واسرائيل حلمي بس كمان بتعملوا اغاني جديده لكم انتوا بتالفوها وبتلحنوها صح وابتديتوا تعملوا حفلات في اماكن والناس تحبكم وتعرفكم مكسرين الدنيا طيب انتوا بتغنوا بس مين بيالف او بيلحن استاذ ايمن حلمي ملحن وبيكتب كلمات أيوة. واستاذ خليل شاعر اهلا دكتورة نهلة موزعة دكتورة نهلة فين دكتور نهلة دكتور نهلة فين وهو في هنا الحقيقه ايمن فاتح الباب لفكره ان اي حد عنده فكره الاغنيه او كلام ينفع انه يبقى اغنيه مننا احنا ينضم وام كاتب اغنيه برضو معانا طيب هتتحفونا بايه من بهجاجه كمان اغنيه مضمونها استاذ ايمن كملت طريقي عادي كملت طريقي عادي كملت طريقي عادي كملت
بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا. فريق بهجة. محل منظفات يعني ممكن اشم شويه كلور دماغي تضرب مني، اتعامل مع زبونه تخنقني اتجنن عليها. يقعد يتكلم ويهاتي ويرفع على الفيسبوك. تاني بقى ادعم تيا ماسكه نفسها من الضحك بالعافيه. لقيت كميه اكياس رهيبه جت حوالين العربيه. انا قلت دي اشاره من عند ربنا. ايه الخزعبلات اللي انت بتقولها دي؟ احلى قاعد فاضي ممكن يجي زبون كل 3 4 ايام مثلا. انا صديت كتير برضه زي دول. انت لسه لعبت هتتصدم. هيقدمني ابنك جو تلج. اقسم بالله انا دخلت المقشات عشان في بره سميات. افتح مثلا الفيسبوك الاقي بقى احمد حلمي. انا بقى على الفيسبوك سوف نقدم لكم قضيه الحلال وسنترك لكم الحكمه والاختيار. ده خنقني جدا ده. ليه بقى؟ ده ماريو ده قلت شنبه لوحده ب 6 مليار. السبيتا بتاعتي اهي. لا احنا نتفرج احسن بقى. احسن حضرتك عديتي من قدام الاوضه كلنا طلعنا مسك الموبايلات حتى انا فطلعت اتصور معاها. وانا جايب لك معايا هديه حاجه بسيطه من محل. ايه مطاهر يعني.